بنفسي. في صحتكم. في صحتكم. في صحة الحب الذي سيملأ علينا حياتنا كلنا. أنت أوعزت لأبيك بأن يغير رأيه. لقد فعلتها بعد أن هددتني بمنع زواجنا. هل أنت غبي يا ريكاردو؟ أنا لا أستطيع التأثير على والدي. لا تحدثيني هكذا، أنا لست دييغو. كنت أريد اقتناص دييغو لنفسي وليس لأختي. لم أكن أنا السبب، وإياك أن تمسسني بسوء بسبب مشاكلك مع أبي. والدك خدعني بعد أن اتفقنا معا. وخدعني أنا أيضا. كان يعرف جيدا أنني أرغب في دييغو، ولكن رغم ذلك خطبه لأختي. كل هذا بسبب تلك القذرة حبيبة الماضي التي في الدير. ماذا تعنين؟ من تقصدين بالضبط؟ ماريا بيا، أخت أليخاندرو، جاءت لتقابل أبي ليلة أمس، وأنا واثقة من أنها هي السبب. فهمت. ربما يكون سقط ضحية لعلاقة حب مشبوهة مع تلك الأخت الراهبة. ماذا تعني؟ ما الذي تقوله؟ افهم يا ماريا أنجل، الكل يعرف بحبه لتلك المرأة في شبابهما، وأيضا بأنها تركته. يوجد احتمال واحد فقط، أنها قامت بإغوائه ومنحته ما أراده في الماضي. هذا يعني أن تلك السافلة هي السبب في كل ما حدث. أرى أن ماريا بيا تستحق الموت. أقسم لك يا مونتيرو، إنه رغم موافقة أبي على خطبة إزميرالدا ودييغو، فلن أسمح إطلاقا بأن يتزوج. أنا ما زلت لا أصدق أن ابنة أخي إزميرالدا خطبت لابنك دييغو، وأن حفل زفافنا سيقام معهما، وسنكون مع من نحب. أجل، وهذا كله بفضل ما فعلته ماريا بيا، فبفضلها هي سينال كل منا حبيب قلبه. أجل، معك حق. كم أود أن أراها لكي أشكرها بنفسي على كل ما فعلته من أجلنا. أعرف، صدقيني أعرف، ولكنها تمر بفترة عصيبة، لأن اليوم هو يوم دفن رئيسة الدير التي ماتت البارحة، رحمها الله، ولهذا لم تحضر. بالتأكيد هي الآن حزينة وتصلي على روحها مع الراهبات. أنا أحبها يا أليخاندرو. بالنسبة لي ماريا بيا بمثابة قديسة، لأنها استطاعت أن تؤثر في قلب فرناندو، وهذه معجزة بلا أي شك. عندما كان فرناندو يتحدث عن إزميرالدا وسعادتها، كان أشبه بالملاك. ورغم ذلك شعرت أن شيئا يعكر مزاجه ويشغل تفكيره، لذا انصرف من الحفل سريعا.